تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد القومي، وفي مقدمتها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والنصب والاحتيال على المواطنين وغسل الأموال. وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحقيق نتائج إيجابية كبيرة في هذا الإطار. استمرار للجهود الأمنية للتصدي للجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني، لا سيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بحملة مكبرة عددا من العناصر الإجرامية التي تتاجر بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء بنطاق عدد من المحافظات. وأسفرت هذه الحملة عن ضبط 36 عنصرا إجراميا وبحوزتهم مبالغ مالية بما يعادل قرابة مليوني دولار أمريكي ونحو 301 ألف يورو أوروبي ونحو 307 ألف ريال سعودي وعملات أخرى متنوعة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المضبوطة ما يعادل نحو 84 مليون جنيه. كما نجحت الأجهزة الأمنية وفي الإطار ذاته في ضبط 44 قاضية إتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بإجمالي ما يقارب 11 مليون جنيه وما يعادل 15 مليون جنيه عملات أجنبية متنوعة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي بأسيوط تخصص عناصره في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لذويهم داخل البلاد بطرق غير مشروعة، وكذا جلب السبائك الذهبية من إحدى الدول وإعادة بيعها لتجار الذهب واستخدام حصيلة البيع في سداد تحويلات المصريين بالخارج والاستفادة من فارق أسعار الشراء والبيع بالمخالفة للقانون. وبحوزتهم أكثر من 13 مليون جنيه وسبائك ذهبية تزن نحو 3 كيلوغرامات ونصف الكيلوغرام. وفي مجال قضايا غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة لقيام عناصره بغسل 100 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال التنقيب عن البترول مقابل أرباح شهرية امتنعوا عن سدادها ورفضوا رد أصول المبالغ المستولى عليها عن طريق قيامهم بتأسيس أنشطة تجارية بتلك الأموال وشراء عقارات وسيارات وإيداع جزء من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء عن طريق تأسيس شركات وشراء سيارات وإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يستهدف عناصره المواطنين رغيب اقتراض مبالغ مالية بشروط ميسرة خارج اشتراطات القطاع المصرفي ومنحهم تلك القروض بموجب تطبيقات إلكترونية تم إنشاؤها خارج البلاد، وعقب تحميلها على هواتف المقترضين يتم سحب بياناتهم الشخصية واستغلالها في تهديدهم لإجبارهم على السداد. وقد تم استخدام التقنيات الحديثة في التتبع ورصد الدقيق لخطوط سير عناصر التشكيل الذين يقومون باستئجار مقرات مؤقتة في أماكن مختلفة ليصعب رصدهم، إلى أن تمكنت من ضبطهم. وتم ضبط مبالغ مالية بحوزتهم وأجهزة تمرير اتصالات دولية و90 جهاز حاسب آلي و100 هاتف محمول و50 جهاز تابلت وبطاقات ائتمانية وخطوط محمول، وكذا تم ضبط 3 سيارات.